خويا ظهر لي اكثر عباد كانوا متشائمين ما كانوش يتوقعوا انسحاب الجزائر من الكوب دافريكا هذيا، سورتو انسحاب من غير حتى انتصار. او صحيح عندك الحق اخويا، هو عاد ايكيب كانت ايكيب كانت تنجم توصل للاخر، اما لا غالبا احنا عندنا الجامعه ماهيش مليحه، ثم جوارات ما حبوش يدوهم كيما كارل المشاني كيما سفيان فيغولي كيما هلا غالب ان شاء الله مره اخرى وكهو الجامعه نقول لهم الله يهديكم ما كاركمش عملتوا معنا كيما هكا وكهو، ثم جوارات ما استحقش ليكيب ناسيونال وثم جوارات تستحق ليكيب ناسيونال ما ديتوهاش وكهو. الجزائر ما فرحتناش، الجزائر راهي تعي في هذا الكاس الافريقيه تعينت ضعيفه جدا، ما كاينش تنسيق ما بين اللاعبين، ما كاينش انسجام، اللاعبين عندهم مشاكل ما بيناتهم، المشاكل نعرفوها والجزائر تعرف المشاكل هذه، الشعب الجزائري يعرف الكره ويفهم الكره بالكدا كما يقولوها التوانسه، واش نقول خويا الجزائر ما فرحتناش والشعب راهو غاضب ولعبنا لعبونا على المشاعر تاعنا، واش نقولوا ربي يهديهم. ما لي جوار كاينين اللي يلعبوا في الخارج يخافوا على ارواحهم في الجزائر، يقول لك من التبليسه ويولي ما تشريش الفريق تاعو والله يحبسوه يقعدوا طابوري، يعني معناه يقعدوا في الاحتياط، يعني ما فرحوناش. واش نقولوا الروراوة الى عاد كنت شخص وراجل ويعني وعندك يعني راجل وعندك مبدا وعندك هذاك انسحب، ماكش قادر انسحب وجيب مدرب مليح. الجزائر عندها فلوس عندها مال، الجزائر كبيرة وعندها رجال يقدروا للفريق، كاين رجال يقدروا للفريق. هذا بالضبط شنو رسالة تحب توجهها للاعبين تاع الجزائر؟ أنا نوجه رسالة للاعبين ونقول لهم علاش خنتوا الجزائر؟ هذه تسمى خيانة، نعتبرها خيانة، لأن في الفريق تاعك تلعب في روما أحسن لعب، وتلعب في 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 في, في, في النادي تاعك تلعب لعب يعني جميل، ليش خنتوا الفريق الوطني الجزائري؟ هذه يسمى خيانة وما مديتوش 100%، لعبتوا 30% خايف على رجليك، ربي يهديك. هذا ما نقول خويا.